هريسة اللحم من الأطباق اللذيذة اللي ممكن نحضرها في البيت. في قدرة ضغط تضيف نص كيلو من اللحمة إلى جانب 3 أكواب من القمح وماء ساخن، أقفل على القدر وأضغطه لمدة ساعتين. بعد كده أشيل اللحم، أشيل منه العظام، أفصفصه وأرجعه في القدر مع القمح. نغطي القدر ونترك اللحم حتى ينمزج تماما مع القمح ويدوب. نستمر في التحريك والتقليب والهرس ألين يدوب اللحم في وسط القمح، وممكن نستخدم المضرب الكهربائي. نذوب السمن على وش الهريسة وتتقدم مع السكر المطحون بألف عافية.